أكمل لنا الدين وأتم لنا النعم وجعلنا خير أمة أخرجت للعالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نسترفد بها النعم ونتقي بها شر النقم. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم صفيه من خلقه وخليله، منبع الأخلاق والشيم وباني الحضارة والقيم، آتاه الله جوامع الكلم فكان خير ناطق بالفم، وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا رحمني الله وإياكم أن خطبة الوداع التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من الهجرة على صعيد عرفات كانت خطبة جامعة مانعة، أرسى بها النبي صلى الله عليه وسلم قواعد الدين وأتم بها النعمة على العالمين. كيف لا وقد نزل بعدها قول الحق سبحانه: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لقد عالجت خطبة الوداع قضايا الأمة الكبرى ابتداء بالجانب الديني ثم السياسي مرورا بالجانب الاقتصادي فالاجتماعي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: أيها الناس، أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي ولا أعجمي فضل إلا بالتقوى. ثم يقول: أيها الإخوة الكرام، مهما كانت الإمكانات المادية ضخمة وقوية إلا أنها هباء إن لم تقترن بالتقوى. فالموظف إن لم يكن تقياً فهو معول هدم، وإن كان يملك كاملاً من الشهادات العليا. والتاجر إن لم يكن تقياً كان مصدر بلاء وسبب لهلاك أمته. والجندي إن لم يكن تقياً لاذ بالفرار من أول اللقاء. والمتتبع لحال الأمة السابقة يدرك أن ذهابها وزوالها لم يكن بسبب نقص في إمكاناتها المادية، ولكن غابت التقوى ووقع ما لا تحمد عقباه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولذا كانت التقوى معيارا للتفاضل بين الناس، في ميزانها يوزنون وعلى أساسها يتفاضلون. معاشر الأحبة، الاقتصاد شريان الحياة ويد العدالة فوق الجميع. وإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. ولن ينهض اقتصاد أمة حتى يأمن الناس على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، ويسود العدل في أوساطهم، ويتم القضاء على كل أنواع الفساد، ويتم القضاء على كل أنواع الفساد الاقتصادي الناجم عن الشفاعات والواسطات والمحسوبيات والرشاوي وغيرها.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: أيها الناس، أتدرون في أي شهر أنتم؟ وفي أي بلد أنتم؟ وفي أي يوم أنتم؟ قالوا: نعم، في يوم حرام وشهر حرام وبلد حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا لا تظالموا، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ألا وإن كل دم مال مسلم ومأثرة كانت في الجاهلية تحت قدمي هذه إلى يوم القيامة، وإن أول دم يوضع دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وإن أول ربا يوضع ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله لكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. لقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بوضع دم ابن عمه ربيعة بن الحارث وربا عمه العباس بن عبد المطلب، وفيه إشارة إلى أن الدين لا يحابي أحدا، وأن أحكام الله نافذة على القوي والضعيف والوضيع والشريف. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يك غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تولوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إخوة الإيمان، قوة المجتمع دليل على تماسك لبناته، ولقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع على ترسيخ أواصر المحبة بين الزوجين وبيان حق كل واحد منهما، فالبيت المسلم الذي تشيع في جنباته المودة والرحمة وينعم أفراده بالسكينة والإطمئنان قادر على رفد المجتمع بطاقات فاعلة وسواعد فتية تدفع بعجلته نحو التقدم والرقي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: أيها الناس، إن لنسائكم عليكم حقا، لكم عليهن حقا، لكم عليهن ألا يدخلن بيوتكم أحدا تكرهونه ولا يأتين بفاحشة، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانات الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فاتقوا الله عباد الله، وارسموا من خطبة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم معالم تنير لكم الدروب وتصل بكم إلى علام الغيوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكنه قد رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم، فاحذروه على دينكم، لا ترجعن بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض.
فإني قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله وسنتي. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فاتقوا الله عباد الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، فقد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام على محكم عليه في محكم آياته، حيث قال عز قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين، وعنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا مرحوما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ووحد اللهم صفوفهم، واجمع اللهم كلمتهم على الحق، واكسر اللهم شوكة الظالمين، واكتب السلام والأمن لعبادك الأصلحين أو الأجمعين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، سبحانك بك نستجير وبرحمتك نستغيث. ألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، وأصلح اللهم لنا شأننا كله. اللهم آمين. اللهم احفظ أوطاننا وأعز سلطاننا وأيده بالحق واهده يا رب العالمين. اللهم انزل علينا من بركات السماء، واخرج لنا من بركات الأرض، وبارك اللهم فيما آتيتنا من أموالنا وصحاتنا وعافيتنا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.